أذان المغرب من بلدة كفر اللبد 12/2012. ها؟ لا أنا بدي بس أنا بس بس بدي مشان أذان المغرب من كفر اللبد. ما شاء الله موقع دارهم حلو والله. حوز مسكر هي بعرف بعرف كل عام ابو ماهر خليكم الليلة عنا الله يبارك فيك كلها لنابلس هاي لا نبسط والله من نبسط الليلة الله يبارك فيك والله ربكم خليكم بعدين أنا بس أروح على طول ببلش أنزل فيهم باخذ الوقت بنزلوا على اليوتيوب بنزلوا على الفيسبوك بعدين اليوتيوب شير على الفيسبوك مشان إذا ما حدا فتح على اليوتيوب يطلع على هذا شوف كلها بيوت بالداخل في بعض كانوا سميحين أكثر من اليوم أيوة كانوا في ترابط عندهم ترابط غير اليوم الجار بعرف جاره أو هذا هناك كانوا كلهم يساعدوا بعض يعني هاي دارنا اللي بقول لك اللي استرجعتها من درجنا على سول الأوضة سطح جيراننا هذا إحنا حياة سيدي طول أشهر السبب بنام عليه بعدين عاملينه كأنه بلكون لنا كمان صحيح هو لا دار جيران ومن عيلة ثانية أنا بعرف إنه كان زمان إذا في مثلا صب عند جيراننا كل البلد تيجي صبونا هيك عملنا عقد غرفتين كل البلد تيجي كل البلد أجت تيجي تساعد فيش لا عمال ولا كان وشو أكلوا؟ محتي رز بحليب هذا اللي حطينا لهم إياه اليوم في حدا بيجي يساعدك؟ لا لا اليوم يصير كلك حريك الوالدين منين جاب مصاري ايوه حسب هذا اللي بفكر هذا اللي بفكر فيه اكيد هذا حماس اكيد هذا اللي بفكر فيه اللي بي... اللي بفكر فيه في الاول ولا حط خشبي بس متر بس ما بتجري الواحد حي على الفلاح اوه هيو من تحت مني لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول ماشي ماشي ها السلام عليكم ريان شو اسمك؟ اسمك ريان انت عمي